أنا متأكدة إنه أنت يلي طلبت من بيلا إنه يقتل ريد فيك. ضحكت علي لحتى أتبلى على كارون، وهلا أنت عم تستغلني لتلفق التهمة لريشوب. لك إلي أنت شو عطول بتعمل حالك الشخص المنيح وبتطالعني أنا سيئة هذا الشاطر فيه. إلي أنا شو عملت لك؟ بدي أفهم بس. لك ما بيهمك غير حالك، ما رح سامحك أبدا، أصلا ما بتستاهل. قوم وقف، قعد هون وحاكيني. هلا قلي، طلع فيني، فهمني ليش هيك عم تعمل معي؟ ليش؟ أنا شو عاملة لتعمل فيني كل هاد؟ مونيشا مونيشا، لك شو بك؟ شو صار لك؟ أنت جنيتي يعني؟ اتركيني شوي مونيشا، اهدي واسمعي. إيه هو غلط مع ريشاب وكاران لأنهم ما بيهموه أبدا، هذا السبب. يعني أنت رفيقتنا وبتهمينا، وكمان أنا وبريدفي كنا رفقاته لريدفيك، عم تفهمي علي؟ طلعي فيني. هو كان قصده إنه يأذي عائلة لوترا، مو ريدفيك بنوب. لك افهمي، نحن مستحيل إنه نأذي رفقاتنا. كم مرة صرت قايلت لك هالحكي؟ نحن معك دائما وبصفك أنت وريدفيك. نحن كمان زعلانين ومقهورين كتير مثل مو أنت زعلانة، فهمينا لو سمحتي. هي مع حق 100%. بصراحة كنت مبسوط لما أجيت لهون، أجيت كرمالك أنت. بالبداية كنت مفكر إنك بلشتي توثقي فيني، بس بعد اللي صار هلأ هون، قصدي اللي عملتيه أنت، ما عاد حاسس بهذا الشيء. لا بس اهدي مسكين، اهدي. أنا ما بوثق فيك أبدا. كيف كيف بدي أوثق فيك وأنت بتخطط لتقتل حدا وبتروح بتقتل حدا تاني؟ غشاش، أنت واحد خبيث مثل الحية. مونيشا خلص، إذا بتريد روقي خلص بقى. شو صار لك؟ حاسستك كأنه مو بوعيك. أنا ماني بوعي؟ هاد هو يلي مانو بوعيه بنوب. شوفي ليكو، انتبهوا كتير منيح، ابقي قولي له وقت يلي بيرجع لوعيه اللي لو يضل مركز وينتبه مني منيح، لأنه عن جد إذا بعرف أو بحس إنه بريدفي في إله أي دخل بجريمة قتل ريدفيك رح أقتله، وصدقيني إني بعملها. ليكي هلأ ما عاد في أي شيء أخسره وما عاد بيهمني شيء، بس في سبب عايشة هلأ مشانه. أنا عايشة بس كرمال لا الشخص يلي قتله لريدفيك. أنا بوعدك إني رح أقتله. بريدفي مو بوعيه، بظن لازم نروح. يلا قوم معي. لك انت شو صاير لك بريدفي؟ لك شد حيلك بقى، خليه يشرب قهوة بتساعده يتحسن. وفي شغلة تانية، إذا مرة تانية بيرجع بيجي لعندي وهو بهالحالة هي، وقتها رح أجيب له الشرطة تاخده من هون. ماشي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.